كانوا شي جبال هنايا خدامين في واحد السده، وهذيك السده قاسمينها على ثلاثه، وكانوا ضاربوا شي 3 ايام، راه ثلاث سيمانه هاد الشي طرا شي 3 ايام دابا اللور كانوا ضاربوا شي دراري وفكيناهم بحال ما وقع والو. صافي دارت ليام بحال هكا حتى اليوم البارح بالضبط، ما يعاودوا يضربوا في العشيه، كانوا حاطين البوطه وكانوا داكشي تيطيبوا في القميله حيت هما تيسهروا، كيبقاو هنا تقريبا حتى شي 11 ديال الليل 12 الليل عاد كيمشيو. ما عليناش ضربوا، كانت البوطه وداكشي وطاحت البوطه، شدات في الثوب والكوله وداكشي راك العود وكلشي مصيب اصلا غير بالعود، فهمتي هادشي اللي كاين. والضربوا طاحت البوطه وشعلت العافيه. حنا اصلا كنا هنا ديك تقريبا مع شي 7، غير مشينا في حالتنا للدرب كيعيطوا لنا شي 7 ونص قالوا لنا راه الفندق شعلت فيه العافيه، ما كاين الكوله فهمتي اخويا، والثوب دغيا تتشد فيه البونج، ما كثرت البونج عاوتاني دغيا كتشد فيه العافيه، شعلت العافيه ما قدرناش نطفيوها، ولا كتهضر علينا من الفوق، ناقزوا الناس من الشرجم، طفينا دعينا عيطنا على صحاب البومبيه جاو عطوا اللي مشات واللي زاد خسارات كثيره، ديك الماكينه كدير 20 مليون مشاو ضاعوا لهم، وحنا كنا خدامين معاهم ها هما دروك راه حبسوا هما حبسنا حنا، فلوس مشاو فلوس التليفونات مشاو خرجوها في الكراسه، الناس ما كان عندهم صال فوق خرجوها في الكراسه، ناقزوا حوايج مسمحوا فيهم. راه تحرقات شي 12 محل، شي 12 ولا 14 محل اللي تحرقات، لما كنديروا الخياطه وما كنديروا العود ديال النجاره، ورا تقريبا 4 سوايع من 6 د العشيه حتى 12 د الليل. 6 العشيه شعلت العافيه، انا خدام على 16 نجار، انا شفنا ذاك العافيه شفناها هربنا على الله، السلعه تحرقت بالعافيه، العود ما عرفتش انا فلوس ميزانيه صحيحه